كل شويه بيجي لنا استغاثات من اهالي مصريين مختطفين على ايد العصابات في ليبيا، والاجهزه المعنيه بتتدخل للافراج عنهم، او بعض الاهالي بيروحوا يدفعوا مبالغ ماليه عشان يطمنوا على ولادهم. ورغم الحرب الدايره في ليبيا، في ناس مصره برضو انها تخاطر بحياتها عشان تروح وتشتغل هناك. ورغم التحذيرات اللي ماشيه على مدى سنوات بعدم السفر للدول اللي فيها مشاكل أمنية، كل يوم بنسمع عن اختفاء شباب مصري في ليبيا بطرق مختلفة، رغم ان الدولة بتبذل جهد كبير قوي عشان تسيطر على المنافذ والمعابر لليبيا، ولكن بيتم التحايل عليها من خلال مجموعة من السماسرة اللي فاقدي الإنسانية، وفي نفس الوقت بعض الشباب الطامح ان هو يلاقي لقمة عيش أسهل وأكبر ورزق أوسع، ولكن اللي بيحصل بيبقى غير كده. تعالوا نشوف الأول هذا التقرير اللي أعده زميلنا محمد الجباس. وسيط يتدخل لإقناع أبناء القرى بالسفر بطرق مختلفة ما بين شرعية وغير شرعية، فبعد سيطرة الدولة على منافذ الهجرة غير الشرعية، ما زال الوسطاء يقنعون أبناء القرى بالسفر إلى ليبيا كواجهة للتحرك إلى أوروبا أو البقاء للعمل هناك. أسرة إبراهيم معتمد هنا في قرية الوابورة الجديدة بمركز إتسا بمحافظة الفيوم، خيم عليهم الحزن بعد القبض على ابنهم و59 مصري آخرين في ليبيا منذ 3 أشهر. وأخويا كان سواق عربية، على العربية أجرة، وجه عنده عياله مش قادر يصرف عليها، جه قرر يسافر، قال أنا هسافر وأشوف حظي، سافر ليبيا، سافر بورق رسمي، ماشي رسمي، فوجئنا إنه اتمسك في ليبيا، ما نعرفش عنه حاجة لحد دلوقتي، مشي من هنا على بنغازي، مسافر من بنغازي على طرابلس، بيقول اتمسك وهو في العربية. هو سافر من زمان بس من يجي 6 سنين ولا 7 ما سافرش، فالراجل وفر له الورق، يعني ودى له البحر طحينة، لأن اللي هو الايوه اللي مسافر وطلع له الورق في مصر وفي ليبيا وكانت اموره تمام، وعلى ما جه ينقله اتمسك بينقل من بنغازي لطرابلس، اتمسك وهو في اول طرابلس. وسيط مصري يتدخل لاقناع شباب القرى التي اعتمدت على الهجره منذ سنوات، ومن ثم تسليمهم للوسيط الليبي الذي يبحث لهم عن منفذ للدخول بشكل غير شرعي. اسافر مره وهحاول مره واثنين وثلاثه، انا ما اكذبش عليك، اقعد كده مش لاقي شغل كتير، كل الناس اللي حواليك دي نفسها تسافر ليبيا، ولو تسالهم هيقولوا لك هنسافر. عصام عبد العظيم احد ابناء قريه الوابوره الجديده بمحافظه الفيوم، حاول السفر منذ 20 يوما رغم اختفاء ابن قريته منذ 3 اشهر. انا طلعت لقيت اولاد عمي كلهم بيسافروا، وفي خلال الفترات اللي هي الاولانيه ليبيا كانت يعني مصدر رزق كبير، واحد بيسافر هناك سنه ونص ويجي هنا كام شهر ويرجع، تبص تلقاه بنى بيت، غير اوضاعه، حسن اوضاعه، فانت مضطر 90% من مركز بيسافروا بنفس الطريقه. اللي عنده امكانيات يقدر يسافر رسمي بيشتري راحته، ما عندوش امكانيات مضطر يا تقعد. رغم تحذيرات وزارة الخارجية خلال السنوات السابقة بعدم السفر إلى الدول التي تعاني من مشاكل أمنية، لكن ما زالت فكرة السفر بشكل هروبي حسب وصف الشباب تسيطر على أذهانهم بهدف الوصول لحلم الثراء. طلعنا كده لينا الناس بتمشي تهريب، فالتهريب أنت بتتمسك، يا إما تعدي، ما أنت وحظك ونصيبك كله كده، أطفال والناس كبيرة وصغير وكبير كله بيطلعوا كده. حضرتك بيبدأ واحد يجي لبتاع براني بيديله فلوس، عندك كم واحد يبقى يعد في الناس وهي قاعدة، يديله فلوس، بتلقى الفلوس اللي بتدفع فيك بتلقاها بتدفع قدام عينك، تدفع فيك الفلوس وما يسيبكش كمان إلا بالضرب عشان تبقى كمان كسر عينك بإهانة، وبيبيعك لغيره وغيرك بيبيعك لغيره لحد ما بتسقط في ليبيا، بتسقط في ليبيا معرض تتقتل في أي لحظة. اختلفت الطرق ما بين شرعية وغير شرعية للسفر والعمل في ليبيا. مؤخرا اعتمد الوسطاء على طريق جديد رسمي في شكله وغير رسمي في باطنه، وهي السفر من القاهرة إلى أحد الدول العربية ومنها إلى بنغازي، وهنا تبدأ الرحلة إلى طرابلس وحلم السفر إلى أوروبا. وفي الرحلة إلى الجنوب الليبي تبدأ الأزمات والخطف والقتل والقبض عليهم لطلب الفدية. محمد الجباس 90 دقيقة.